صباح الخير. امبارح كانت الذكرى العاشرة على رحيل الشاعر والمفكر محمود درويش يلي لقب بشاعر المقاومة الفلسطينية. قصائده كان لها وقع الرصاص على الاحتلال الإسرائيلي، وكلماته كانت تشعل بقلوب الفلسطينيين بالداخل أو بالشتات حب الأرض ونبض المواجهة وحلم العودة. بالذكرى العاشرة على رحيل الشاعر والصحافي الثائر محمود درويش نتطلع صوب الأراضي المقدسة، ومن الواقع المظلم نحمل كمش التفاؤل ومنردد مع محمود درويش: نحن أحياء وباقون وللحلم بقية. فلسطين يلي ناضل من أجلها محمود درويش بعد عم تنزف، وصدق لما قال: كل شيء يزداد فيك سوءا يا وطني. من النكبة لليوم تهويد للأرض، تزوير للتاريخ والثقافة وحتى اللغة، الاضطهاد بحق الصحفيين والمفكرين ما توقف. من بيروت إلى فلسطين، رفضا للانتهاكات الإسرائيلية بحق المؤسسات الإعلامية بالأرض المحتلة، كانت وقفة تضامنية بساحة الشهداء مع الإعلاميين الفلسطينيين. تفاصيل أكثر من تبعها بهالتقرير لزميلتنا رويدة الصفدي. مع غسان كنفاني، أشهر الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، إلى الدبلوماسي والأديب وائل زعيتر، وصولا إلى أهم الفنانين الفلسطينيين ناجي العلي. هالشخصيات واجهت بأعمال الثقافية جرائم الاحتلال الإسرائيلي، فاغتيلت على يد الموساد. السبحة كرت حتى وصل الأمر بالكيان الصهيوني إلى اعتقال 7 صحفيين من القدس والضفة الغربية بأسبوع، فالتصعيد خطير ضد حرية الإعلام. دائما المعارك الثقافية بتكون أصعب وأفعل من المعارك العسكرية. الاحتلال عم بيقول أنه سلاح الكلمة هو فاعل، لذلك تمسكوا فيه، عم يأذيني أكثر من أي معركة تانية، أو عم بيكون أفعل لما عم يتلازم مع معركة البندقية. الكيان الصهيوني يعرف أنه لا يمكن قمع ثورة، كما يعرف كل الاستبداد لا يمكن قمع ثورة إن لم تغتال عقلها. اغتيال العقل هو العمل الأولي باغتيال الثورة، وإن شاء الله طالما هذا الشعب الفلسطيني والشعب العربي ولود بكتاب ولود مثقفي بعلماء لن يستطيع هزيمته أبدا. صدى هذه الوقفة مهمة جدا، إيصال رسالة للاحتلال مفادها أن الإعلام الفلسطيني إلى جانبه الإعلام العربي هو يقف صفا واحدا في مواجهة العنجهية الصهيونية وممارسات الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني، مفادها أن الإعلام الفلسطيني لن يخضع لممارسات الاحتلال الصهيونية، هذه الممارسات لن تسكت صوت الحقيقة. من ساحة الشهداء في بيروت تضامن عدد من الصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين مع صحفيي الداخل الفلسطيني. هاي الساحة اللي احتضنت كبرى التظاهرات في لبنان المنادية للحرية، اليوم احنا بنوقف فيها لنأكد على حرية الصحفيين الفلسطينيين وعلى الحق الفلسطيني لحد ما نكشف كل جرائم الاحتلال، لحد ما يزول هذا الاحتلال. نوقف اليوم متضامنين مع الإعلاميين الفلسطينيين وما دماء يعني شهداء ناصر وأحمد إلا حافظ للاستمرار بالنضال. الشعب الفلسطيني يخوض معركة كبيرة جدا مع الاحتلال الصهيوني الذي يمارس كل أشكال الإرهاب، بالتالي الشعب الفلسطيني يحتاج إلى كل أشكال الدعم، الدعم السياسي والدعم الشعبي والدعم الإعلامي والدعم القانوني. انهض للثورة والتاريخ، انهض للثورة والتاريخ، انهض كهبوب الأعصار، انهض كهبوب الأعصار، وارجم أعداءك بالنار، وارجم أعداءك بالنار.
من المعارك العسكرية وصلت إسرائيل إلى المعارك الثقافية وفتحت جبهة التعتيم الإعلامي على جرائمها، فهل من تحرك؟ المطلوب اليوم هو تحرك على مستوى فضح هذه الممارسات الإسرائيلية على مستوى الدولي. هناك عدة جمعيات ومؤسسات دولية تعنى بهذا الشأن على المعنيين بقناة القدس وطبعا كل الإعلاميين والاتحادات الصحفية والنقابات في كل العالم العربي تحرك لضمان سلامة الناس المعتقلين أولا والإطلاق سراحهم والتأكيد على أنه إسرائيل لا تلتزم بالمواثيق والعرف الدولي وحرية الرأي والتعبير. أكيد كل تضامننا مع الشعب الفلسطيني والصحفيين من مختلف أنحاء العالم وين ما كانوا، يعطيهم ألف عافية. نحن رح نتابع حلقتنا. من سنة تم إطلاق مشروع محطات للدراجات الهوائية ببيروت، وذلك للتشجيع على استخدامهم بشوارع العاصمة كبديل عن السيارات. وين صار هذا المشروع، خاصة أنه الدراجات مركونة من دون إمكانية استعمالها؟ دراجات للزينة، تقرير لزميلتنا بشرى عباد. حاطين بسكليتات بس مش معروف اذا اجار مش اجار او للعالم او مش للعالم. هلا شوف بنروح بتلاقي وحده قعدت عليها تصورت، واحد اذا قعد عليها تصور، اكيد منظر. ما هن لحتى يعملوا هيك جو بالمنطقه عم جابوهم. هيدا الطريق هون عندي هيك متر مخصص لهيدا، اول شيء الدهان راح وبعدين السيارات كلها بتمشي عليه يعني، وما حدا عم يستعملهم يعني. انا شغلي هون وما حدا عم يستعمل شيء. كثير شيء حلو بس بدك حدا ينفذ، ما بعرف. من حوالي السنة أطلقت مبادرة مقررة ضمن مشروع لوضع العاصمة بيروت بنظام عصري لاستخدام الدراجات الهوائية للتنقل بشوارع المدينة، فخصصت محطات عديدة بوسط بيروت والأشرفية وغيرها من المناطق تضمنت دراجات هوائية. وحتى اليوم لم ينطلق المشروع، دراجات الهوائية لازالت راكنة منذ أشهر بالمحطات، فأين أصبح المشروع؟ لأنه بسكليتات حلوين كتير وبس للمنظر. تذكرت عنهم موصفين بلدية أول شيء لقالهم كيف هدول اللي برا هيد الشيء، بس إني ماما بعضهم مثل ما هن. تبقي سايقة البسكليت وإيدك على قلبك، ولد صغير طلع قدامك أقل ما فيها يتحزز له طريق. هذيك النهار بصراحة تحشرت هيك، صرت إنه شيل البسكليت وحطها إنه لأشوفها إذا شغالة، فإنه هي بتشتغل بس ما حدا عم يستعملها. أكتر شيء بيزعلوا العالم عالم رئيسي بيستأجروا بسكليتات وبيمشوا على الكورنيش خط الكورنيش، بس لا هون بالبلد وهيك ما شفنا شيء. يعني كل شيء يكون متحسن وخف ضرر للبيئة بيكون تمام وأحسن. بخلص من عجقة السيارات والروايح. كثير ناس بتحب سارة البايك بأيامنا هيدي، فأكيد بسأل وين صار هالمشروع، وقالوا عبينا بمناطق تانية ينعمل. طب وين؟ أكيد وين صار. العديد من المواطنين لازالوا عم يتساءلوا عن هدف وضع هالمحطات وأسباب عدم الاستفادة من استخدام هالدراجات حتى اليوم. حملنا التساؤلات واتجهنا إلى عضو بلدية بيروت وممثلة بلجنة محطات الدراجات الهوائية، هاللجنة اللي نتجت عن تعاون بين هيئة خاصة وبلدية بيروت. حطينا نموذج على الطرقات، شافونا العالم. هلأ العالم أكيد فكرت أنه تاني نهار رح يجي يبلشوا ورح يمشوا عليهم. بالنسبة لنا نحن سيفتي أهم بكتير بهالموضوع، ولهالسبب نحن عم نعمل شيء اسمه خط للدراجات. إذا بتلاحظي قدام البلدية عملنا هذا الخط، صارت السيارات أول فترة أول يوم يومين يمكن زاحوا عنه، بعدين صاروا يطلعوا عليه، بعدين صاروا يطلع عليه الموتوسيكلات. الدراسة انحطت عم تستكمل، أول مستكمل تنطرح بمناقصة، أكيد مناقصة في إعلان عنا بدون تنعلن عنا بدون يجوا بدون يتقدموا للمناقصين طيختوها، بدها وقت. بس أنا برأيي صرنا بالفاينل ستيب يلي مبدئيا 3-4 أشهر إذا ماشيين مثل ما نحن ماشيين إن شاء الله بنكون نحن بلشنا نمشي هالدراجات الهوائية. بعد
اتجهنا إلى عضو لجنة تأمين ممرات خاصة بالدراجات الهوائية ومن أصحاب المبادرة لإطلاق هالمشروع، لأكد على أنه المبادرة جارية إنما تحتاج المزيد من الوقت والدراسات. عم نسمع حكي إنه الغبرة على البسكليتات أو صدوا، أول شيء ما بيصدوا هالبايك، صد الألمنيوم فول الألمنيوم. تاني شيء الغبرة عم مسحها على طول، ما في مشكلة فيها. البايك لينز ما فيها ينخلق بين يوم وضحاه، لأنه البايك لينز معناتها نحن نشيل سيارات بتصب على البايك لينز. البايك لينز بدك تعمل سقافة للسيارات إنه ما يستعملوا البايك لينز لممر سريع، ومنه ممر سريع لإلهم يطلعوا فيها. البايك لينز مش ممر للموتوريات. اللي عم فكروا فيه البلدية هو إنه نحن نربط الجامعات بهالبايك لينز تنقدر ندفش تلاميذ الجامعات يستعملوا هن البايكس أكثر، بنخفف عبء على بيروت بحدود بين 1000 ل 1400 سيارة يوميا بتفوت، والتأخيرات عم تصير لأنه في شوية ديتايات عم يغيروها على الدراسات، يعني إنه في محلات معينة عم ننقل البايك لين من اليمين للشمال. أول دراسة جاهزة، وحسب ما بنسمع إحنا من سيد جمال إنه حاضر تنفذها بس تطلع الدراسة الثانية والدراسة الثالثة وراها، فما بعتقد في عقبات بقى، ما بدها كثير وقت، ما بعتقد بدها 6 شهور يكون خالص الخبرية.